من خلال حلقتنا النهاردة من يوم جديد بنحضر الملتقى التجاري الأول الدولي ما بين مصر والصين. هنتابع الملتقى ونشوف حجم التجارة ما بين مصر والصين وصلت لفين، وإن شاء الله بنأمل لأنها توصل لفين. تابعونا وحلقة جديدة، ودايما يوم جديد. مستشار وزير النقل للنقل واللوجستيات، هو هيكلمنا عن حجم التبادل المصري الصيني وعن الطموحات اللي بنأملها في المستقبل ان شاء الله. دكتور محمد، برحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك. كلمة حضرتك داخل الملتقى كانت مهمة جدا وكانت مفصلة بعض الشيء. عايزين نتكلم عن حجم التبادل المصري الصيني اللي ان شاء الله هيزداد ويزدهر في الفترة القادمة. ان شاء الله. هو الحقيقة أهمية التعلاقة مع الصين تاريخية، لأن الصين ومصر بيعتبروا أقدم حضارتين على وجه البسيطة. من ناحية تانية أن علاقتنا بالصين ممتدة في العصر الحديث من الستينات وحتى الآن، ويمكن مؤخرا في مجموعة من العقود يعني تم توقيعها مع الحكومة الصينية لإنشاء العاصمة الجديدة، وأيضا في مجموعة من العقود للمشروعات في منطقة قناة السويس. والحقيقة أنا متخيل أنه كمان في مشروع طريق حريري جديد اللي بتعمله الصين، وهيكون لمصر دور كبير فيها حتى على مستوى النقل البحري وعلى مستوى النقل السككي. أنا بتصور أيضا أنه العلاقة بين الصين ومصر من الناحية الاقتصادية فيها اختلال ميزان المدفوعات لحساب الصين في 80% إضافة بالنسبة للصين و 20% لمصر. فأنا متصور أن دور رجال الأعمال المصريين والصينيين يعملوا على عادة توازن بزيادة الصادرات المصرية للصين عشان ما يبقاش في اختلال في ميزان المدفوعات المصري. يعني لازم يكون العلاقة وين وين، أن احنا هم يستفيدوا ومصر أيضا تستفيد. يعني الأساس طبعا في التعاون المصري الصيني الاستفادة المتبادلة، لكن كمان احنا عندنا بعض المجالات لازم نستفيد من الخبرات الصينية في هذه المجالات، وخاصة في مجال النقل. بالتأكيد طبعا الصين دولة متقدمة في مجالات متعددة وعندها قدرات اقتصادية كبيرة ممكن الاستفادة منها، وأنا أعتقد أنه في بعض المحادثات مع معالي الوزير أن هم يعني كهرباء بعض خطوط السكة الحديدية وتطوير الشبكة من خطوط السكة الحديدية. وأيضا زي ما قلت لحضرتك، هو في تصور أن الطريق الحديد الجديد هيبقى قناة السويس هتستفيد منه، أنه هيبقى جزء من المحور بتاع أفريقيا والرابط بين آسيا وأوروبا. في نفس الوقت أنه هم الآن بيعملوا خطوط، يعني هيبقى خط الحرير الجديد بيربط أجزاء المعمورة كلها، بيربط الشرق الشعار اللي حاطينه عالم واحد وحزام واحد. يعني هو بيحاول يربط كل القارات بمنظومة نقل سككي ونقل بحري. حضرتك متخصص أكتر في النقل واللوجستيات، فإحنا بنأمل إن شاء الله مشروع قناة السويس الجديدة ومحور القناة يكون بيقام على جانبه مشروعات لوجستية ومشروعات خدمية، فهنستفيد إزاي من خبرات الصين في هذا المجال؟ أنا بعتقد إن الصين لها تجربة متميزة في مجال النقل واللوجستيات، ومجال عندها مواني متقدمة جدا، وعندها أيضا صناعة لوجستية متقدمة، وفي اسطول صيني، وايضا لهم باع طويل في مساله صناعه السفن، ويمكن بيساهموا باكثر من 25% من حجم السوق العالمي في انتاج السفن. وبالتالي فاوجه الاستفاده متعدده يعني اعتقد انه تاريخنا معاهم يؤهلنا ان احنا نستفيد من خبراتهم في هذا.
الأستاذ سعيد هو رئيس الغرفة التجارية المصرية الصينية ورئيس الجالية المصرية في الصين. مرحب بحضرتك يا فندم. أهلا يا فندم، أهلا بك، شاكرين لحضورك. عايزين من حضرتك تكلمنا عن أهمية الملتقى التجاري الدولي الأول المصري الصين. الحقيقة الغرفة دايما لها لقاءات متعددة ومؤتمرات، يعني السنة اللي فاتت كان عاملين مؤتمر دولي للطاقة المتجددة وكان برعاية وزارة الدفاع والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي. كل فترة بنعمل نشاط، والمرحلة المقبلة اللي احنا جايين عليها إن شاء الله المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنعد المؤتمر الدولي كبير فيها. النهاردة الاجتماع بتاع النهاردة خاص بالاحتقان الدائر ما بين الحكومة والمستوردين، فاحنا بنحاول نفك الاشتباك ونشرح للمستوردين ايه طلبات الحكومة وان ده الهدف منه مصلحة مصر اولا مش مسألة المستوردين، وبنفهم المستوردين انهم يصبروا شوية، ولكن الحكومة الحقيقة عملت لهم هذه القرارات مباغتة له، ودايما دي مشكلتنا مع الحكومة او مشكلة التجار مع الحكومة، قرارات بتيجي مفاجئة مفيش اي تمهيد لها او مناقشتها مع الغرف التجارية، لكن وقد كان الامر فاحنا بنحاول شرح ومساعدتهم في تسجيل الشركات. هي المشكله كانت في القرارات البنكيه وتسجيل الشركات، فان شاء الله بنحاول نفك الاشتباك ده ونشرح للمستوردين كيفيه تسجيل الشركات سواء هنا او في مصر، الشركات نجيب لهم الشركات ونفهم ايه الطلبات المطلوبه من المصالح هنا. ده الغرض الاساسي من اليوم النهارده. طيب ده الغرض، عايز اعرف من حضرتك كمان يعني الاهداف اللي بنطمح اليها في المستقبل ان شاء الله باهميه انعقاد مؤتمر زي اللي بنحضره النهارده، اكيد في عندنا تارجت. وهو كل مؤتمر بمناسبته بقى، لكن احنا بنطمح في العلاقات المصريه الصينيه تنمو وتزدهر، وزي ما شفت حضرتك الحمد لله ان احنا بدانا نخش معاهم المشروعات الكبيره، لان كان دايما احنا كل استثماراتنا معاهم او استيرادنا منهم سلع استهلاكية، فاحنا نتمنى ان استيرادنا منهم يبقى في السلع الرأسمالية المنتجة اللي تعود على الشعب المصري ان شاء الله. ان شاء الله. حضرتك النهاردة من خلال الاجتماع مع عدد هائل من المواطنين اللي مفروض ان هم ليهم تعامل تجاري مع الصين، حضرتك بتسمع وبتنقل الصورة وبتحاول تحل المشاكل، ولا اوريدي حضرتك عندك معرفة مسبقة بالمشاكل والقعدة النهاردة بيكون فيها يعني استثمار للكلام اللي بنسمعه؟ احنا طبعا عندنا خلفيه، احنا في قلب السوق مفيش كلام، لكن احنا بنحاول نحل ونفهم المستوردين لان في مشكله تسجيل الشركات الاجنبيه في مصر، بنحاول نفهمها لهم، وجبنا لهم من الاستاذ علاء النمر من الصادرات والواردات يشرح لهم، جبنا لهم من البنوك زي ما حضرتك شفت. سراج هو عضو في الغرفة التجارية المصرية الصينية. أستاذ محمد بنرحب بحضرتك معي. أهلا وسهلا. عايزين حضرتك تعرفنا عن الدور اللي بيقوم بيه أعضاء الغرفة في تسهيل نقدر نقول العراقيل اللي بتواجه الصناعات المصرية الصينية إذا كان فيه؟ هو نعتبرهاش عراقيل، نعتبرها إيجابيات، لأن معظم المستوردين ما بيبقاش عندهم ورق، فإحنا دلوقتي بنحاول إن إحنا نطبق الحكومة عايزاه اللي هو إن كل مستورد يبقى عنده ورق، وده هيتم من خلال الغرفة هتحاول ان هي تجمع المستوردين، ان هي تسهل لهم اجراءات التسجيل، تسهل لهم اجراءات الحصول على العلامة التجارية، تسهل لهم اجراءات الوصول للبنوك سواء من خلال البنوك المصرية او البنوك الصينية. الغرفة هتبقى ممثل داخل مصر وخارج مصر، وهتحاول كمان تجذب الاستثمارات الصينية في الصناعة المصرية هنا، لان احنا عندنا محور قناة السويس هو محور قريب من شنغهاي، يعني احنا بنحاول ان احنا نوصل على احسن من شنغهاي، واحنا عايزين نوري كمان الصين مدى الطلب المصري على المنتجات الصينيه، لان يعني دوت هيشجعهم ان هم يجوا يستثمروا ويعملوا المصانع بتاعتهم هنا، وده هيتم كمان من خلال الغرفه، فالغرفه هتبقى ممثل جيد جدا ان شاء الله للصينيين وللمصريين.
تمام، يعني احنا ما عندناش عراقيل، احنا بنقنن الاوضاع. احنا بنقنن الاوضاع ده وكمان تقنين الاوضاع ده شيء مفيد للمستورد، لان هو في الاخر هيبقى عنده ورق، هيبقى عنده سجل تجاري، هيبقى عنده طاقه ضريبيه، هيبقى عنده علامه تجاريه، كل الكلام ده في الاخر بيسوي قيمه ليه. يعني عارف ان انا بشتغل من غير ورق، من غير بشتغل بحول فلوس، بشتغل من خلال شركه. لا، ليه ما تكبرش ويبقى عندك ورقك وعندك شركتك وعندك قيمك السوقي ويبقى ليك تواجد في السوق وليك دور فعال في الاقتصاد المصري؟ تمام. عشان ده يحصل ازاي بيتم التعامل مع الالاف من المصريين اللي بيبداوا تعامل تجاري مع الصين؟ هو الالاف من المصريين دول احنا نقدر نقسمهم شرايح، في عندنا مستورد كبير، في عندنا مستورد متوسط، في عندنا مستورد عايز يشوف السوق الصيني ده عامل ازاي. المستورد نبدا بالمستورد الكبير، المستورد الكبير ده هو التارجت بتاعنا الاولاني اللي احنا عايزين نحقق له مطالبه ونسهل له اجراءاته عشان يكمل اداؤه في شغله كما هو بالسابق. المستورد المتوسط هو المستورد اللي ما عندهوش ورق، اللي هو بيستخدم المستورد الكبير او بيستخدم بيخش من خلال شركه ثانيه. فاحنا ده بقى بنحاول ننشئ له ورق، بنحاول نسجله، بنحاول نعمله العلامه التجاريه، كل الكلام اللي كان اتكلم عليه دكتور ابراهيم بدوي احنا هنحاول نطبقها من خلال الغرفه. المستورد الصغير هو المستورد اللي عايز يطلع على السوق الصيني، هيقدر يطلع على السوق الصيني من خلال الغرفه، لان احنا هنقدر نوفر له مجموعه من المصانع، او ليتس سي 90% من المصانع الصينيه هتبقى مقدمه من خلال الغرفه. هنقدر نقول له منافسين موجود ايه، هنقدر نقول له خطه الاسعار اللي ممكن يشتغل عليها ايه، نقدر كمان نعمل له دراسه جدوى من خلال الغرفه. هو عضو الغرفة التجارية المصرية الصينية، هيكلمنا عن حجم التبادل المصري الصيني في مجال الاستثمارات. أستاذ محسن، عايزة حضرتك تكلمني عن حجم التبادل اللي بتشهده دلوقتي الصناعات المصرية الصينية. حجم التبادل المصري الصيني هو في صالح الجانب الصيني. مصر بتستورد من الصين بحوالي 11 مليار، والجانب المصري تقريبا صادراتنا للصين في حدود 900 مليون دولار، يعني لم تصل الى المليار دولار في الوقت الحالي يعني. فاحنا طبعا بنحاول ان احنا نقلل الفجوه ما بين الاستيراد والتصدير بالنسبه للصين لصالح الجانب المصري في الوقت الحالي يعني. ده دورنا في المرحله القادمه ان شاء الله. من خلال لقاءاتنا اتعرفنا على حجم التجارة المتبادل ما بين مصر والصين اللي بنأمل انه في المستقبل ان شاء الله يكون في ازدياد وفي ازدهار. استنونا بكرة وحلقة جديدة، ودايما يوم جديد.